يا غير ضيف الأتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الإله المكرم الأحد، مصليا على حبيبه الأحد، سيدنا المنجي لمن لو انتهت، مبيد من أبى أدوه وجهت، محمد وآله النافي الكمد، وصحبي نيران كل ذي دمت، أسكى صلاتي بسلام لا غدت، لا تقانيا خدا ذوي الغدت، لسمد ليس له كفوا أحد، تضره بقل هو الله أحد، لو كتابي وغم ما فسد، فيا كما استرى مبيها ما كسد. هم لي يا من رم قلبي والجسد، وردت لي في البحر قاصد قصد، إجابة به ألازم سدد، وما يفوق كل زن من مدد، لي جدت بالحسنى فجد لي بزيد، يا مهنيا أهنيتني أمديد مدد، لي جدت بالحسنى فجد لي بزيد، يا مهنيا أهنيتني أن مديت، ربي بجاي المصطفى هادي السند، وآله وصابينا في الفند، قدت عيوبي والترد لي من حدد، عن الصراط المستقيم والفند، حتى عيوبي والترد لي من عند، عن الصراط المستقيم والفند، مكملا لي كل ما قلبي قصد، برحم أنفي كل وش قد رصد، أجيب دعائي والتصغ لي ما أود، بلا قساب أو بلاء أو أود، أجيب دعائي والتصغ لي ما أود، بلا قساب أو بلاء أو أود، ناجيتك اليوم وأنت يا سمت، أونتني نيل المنى بلا كمت، أقريتني قرا يدوم بهرت، ضيفا وتنسيني أسني من غدت، أقريتني قرا يدوم بهرات، ضيفا وتنسيني أمسي بغت، لك توسلت بخير من أبت، وآلي ما سيابي في أبت، رحيم يا خير كريم قد وعد، سل وسلما على خير مات، حبيبك المختار نور من سجد، لوجهك الكريم فهر من مجد، يا سينا والتهبي لي يا سمت، وبسهابه أسود زي دمت، ما شفته بكن دواما يا أهد، يا سمدا ليس له كفوا أحد، ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه، وطير ولأنا له خديد، وجهت وجهي إلى الفعال لمن يريده قدير حالي، وجهت وجهي إلى فحالي لما يريده قدير حالي، لله وهو متعالي الوالي، حقدي له والفخر كالأقوال، قلبي له كالخط والأوصال، قلبي له كالخط والأوصال، والقلق وجاد بالإيصال، دهوت ذا الجلال والجمال، وجاد لي بمهجل الآمال، آتاني الأكرم في الأقتال، ما لي يرودهم بلا قتال، أكرمني بسورة الأنفال، وسورة التوبة بعد الفال، تسليم ذي الجمال والجلال، على الذي نفع به دلالي، يا رب صليا على مفدالي، والآل والصحب سوي الإفدال، ناجيت من جل عن المثال، وساق لي ما لا يرى أمثالي، أكرمني عند سوي الإدلال، بمقيدين بالأحلال، دعوت من لي جاد بالنوال، فقلت وهو جل خير والي، أصدق أقائدي وأصلي قالي، وعملي بأصدق أنفالي، أصدق أقائدي وأصلي قالي، وعملي بأصدق الأقالي، أصلي أقائدي وأصلي قالي، وعملي بأصدق الأنقال وجه إلي ما أني أسكالي يهيب من خيري بلا إشراك وجه إلي سرمدا أمالي بلا قساب واسكرا أحمالي دعائي يستجب وأصلي حالي لدى جلوسي ولدى اقترحالي منك أروم فوز بانتصالي ما سادتي بلا انفصال نجي فؤادي ما لو سالي من كل سوء والتدم إيسالي نجي اختفاعي من انتفالي والتقني وقف المنفالي نجي اختفاعي من انفصالي والتقني وقف ما أفعل نجي اختفائي من انسفالي والتقني وقف ما الأغفال اقسمني الدهر من الأحجال والكل ما يجر لهو رجال اقسمني الدهر من الأحجال وكل ما يجر لي لو جالي فتحت لي يا فاتح الأقفال فسرمدا لفتر بلا إقفال درت الكريم المصلح الأحوال المصدق الأحمال والأحوال لي كان بالإخلاص والنوال ولي قراية سوق بالتوالي لي كان بالإخلاص والنوال وللقراء يسوق بالتوالي أشكره شكر ذوي الكمال في العقد والأقوال والأهمال يسوق لي منى بالاغتيال مني وينجيني ما ليالي إن جاء جل ويقي أشكالي يوم الجواب من الأنكال جاد لي الوهاب بالأمال في قمتي لذي المقام الحالي جاد لي الوهاب بالمحالي في قمتي لذي المقام الحالي بكن يسوق لي لدى أمالي وخيري المنى ويخلي آلي أنالني ما كان كالجبال ولي يسوق ما يسور بالي لي يسوق سرمدا أنزال ما قرأ وفزت بالإنزال أكرمني بجاي الزلزال بالأهل والمآل والأنسال وجه لي ربي لدى إرسال التمر والسكر بالأحسال وبلي موائب الرجال مواهم مهار الجال وبلي موائب الرجال ما مهوره الجال بكوني باقني الخير والي تاتيني المنى بلا نزال بكوني باقي خير والي بكوني باقي خير والي تاتيني المنى بلا زوال يلين لي سلطانك الخيال بروده وكل ذي خيال يلين لي سلطانك الخيال بروده وكل ذي اغتيال مستانيا بي عن القتال وعن نزاع قاصد مختال حني بأهل بدر أبطال يصرف كل ما مكير بطال حني بأهل بدر أبطال يصرف كل ماكر بطال هم الجماء أم القمات أسد بالنزال وبربرت من ودال أم القمات أسد بالنزال وبربرت من ودال أم الحماة الأسد في النضال وبربرت من ودال وقاني الله من المخال بكوني ماهي ورم حالي أشكره جل على رجال أنقذني بهم من المجال أشكره جل على رجال أنقذني بهم من المجال لو سكوري وأتاب بالي بلا مدافها ولا أبتال لو سكوري وأتاب بالي بلا مدافها ولا أبتال لو سكوري وأتاب بالي بلا مدافها ولا أنبال تاب فؤادي بذوي الأنفال ولي بهم حقها ربي فالي يا خير مؤمن جاد بالفهال صل على المختار ذي الفهال رسولك المنجي من الإهلال والآل والصحب ذوي الإجلال وجه صلاة بسلام الهال عليه ورد عن ذوي المهال أصحابهم مرد ذوي الإضلال وبهم أمني آجلا أن تالي لجهل بهم بدرا أداء لالي ونجني بهم من اغتلال نجيت أقدي بهم وخالي من اللقى فجود بإنقالي نجيت أقدي بهم وخالي من اللقى فجود بالإنقالي نقلت قلبي مع أوصالي للسحير الودو كالآسالي اجعل فؤادي بك زحت عالي بي ونتني من العدغان لجدت بالإحراج والإدخال فبيك يا أكرم حق حالي هديتني أبلي بلا إبدالي مواهب الأقطاب والأبدال هديتني هبلي بلا إبدال مواهب الأقطاب والأبدال إلي سهما غاب عن أمثالي يا واقدا جل عن المثال ليكتب الكرم في توالي فزر يقيني والتزد نوالي حط عيوبي مع الأسخال واسيب لي الغيوب كالأسخال حط عيوبي مع الأسقال واكسب لي الغيوب كالأسقال دعائي استجبت في الأقتال بلا تناصه ولا ختال يا الله ذا الجلال والجمال يا الله ذا الجلال والجمال صل بتسليم على الكمال دعوة من نجيت بالفعال النار بردا بعد كوني حالي إنه هو السميع البصير الحمد لله مقرم صمت الرافي السماء من غير حمد ناجيت مصليا على سند السافي القديم مذهب الفند نبيه محمد باب الرشد والآل والصحب وكل من رشد هب لي بحقي قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفوا أحد هداية الغني عن أهلي وولد ووالدي والصفي مني الخلد وجه لي اليوم مواهب الأحد وهب لي البشر لدى كل أحد أنت السميع أنت السميع والبصير والأبد هب لي كوني بشرى كل من غبت لي قلد السرور واكفني الكمات وسرمدا رد لي كل ذي دمت سق لي مواهب تقني الكبت ولي سقي كل بهر وزبد مد حياتي بيمن وسدد وبرداء وسرور ومدد يا من عصمتني من الغود لدت ومني استريت ذلك الغدد اللي يأمن بنجاة من أود في السر والجهر والسخل ما أود أصل لي اليوم جميع ما فسد من بعد أخذك مبيخا ما كسد لك شكوري يا إلهي يا أحد يا صمدا تهني الذي لك انتهت بكونك العليم الامتحن أحد يا من عني عن والد وعن ولد بكونك العليم لله الخلد يا من عني عن والدي وأولد صدري الاشرح يا قبير يا أحد يا ملك ليس له كفوا أحد يا الله صليا على خير سند وخير صافي يزازع الفنن رسولك المنجي قديم من مكت وسلما وكن به لي يا صمد رسولك المنجي القديم من كمت وسلما وكن به لي يا سمت ولا مبدل لكلمات الله وجهت وجهي لزناس نسيم وارتجي منه مفازي بي حسيم لو توجهت وإنه كريم ولي يسوق فوق ما منه أروم أحمد وإنه باقي الخديم وأرتجي منه قوارق تدوم مصليا على الذي جاب أنيم حبيبي القليل الخير أنيم مصليا على الذي جابنيم حبيبي قليلي خير الأنيم بآله وسبي الحر النجوم وأستهيس أبدا من الرجيم دعوته بمن يفرج الوجوم نيل المرامي أبدا بلا هموم دعوت بمن يفرج الهموم نيل المرامي أبدا بلا هموم دعوته بصراط المستقيم وأن أفارق به كل سقيم لو توجهت وأطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي الأمين كن لي دواما يا عليم يا حليم ولي سحر أبدا كلما مليم لي سوبكن دنيا وهرى يا رحيم أسرك ما عليه سرمدا حليم مد عياتي والتسولي نعيم وسرمدا رلي كلما يوم أنت الذي عندك فوق ما أروم هب لي فيما ترتلي ما لا يريم تفضلا علي ربي بهلوم نافعة والتقني كل عليم أنت الإله أحد الله القديم الصمد الأصمد الذي له الملك اليدوم أنت الإله الأحد الله القديم الصمد الذي له الملك يدوم لست بوالد وما لك أروم ولا يماثلك سرمد أريم لك كتابي يا جميل يا كريم يا من لديه ما يفوق ما أروم هب لي عزيما يا عزيم بعزيم عليه سليا بتسليم هزيم ويقلق ما لا تحلمون وجهت للمهني كريم الحالي وجهي وأهناني في شوالي وجهت للمهني كريم الوالي وجهي وأهناني في شوالي يشكره إن شاء أهوالي والعقد والأحمال كالأحوال حبت كون الله ذي الجلال لي وجاد لي بالحلال لي جاد بالولوم والأموال وما يفوق سن من نوال قلت وما شككت في مقامي بعد انفكاك الحجر والحقال مددت للأكرم ذي الجمال يدي وجاب مهجل الآمال إلي وجا لدى الأرسال منسي ما بقت من الإرسال لجاد بأهلي والإنسان بفضلي وجائز الإرسال أشكره بالقلب والأوصال وجاد بالفيد وبالإيصال تسليم مون قادر فعال لما يريده من الأنفال تسليم مون قادر فعال لما يريده من الأفعال على الذي قمته أزغالي مع الفرا والسكي والأضغال ليس الهروبي كاسف الأوجال منجي قديمه من الإحجال محمد والي العالم وصبي في الهال والمآل محمد والي العالم وسبي في الهال والمآل وسيلتي للمتحالي والي من لي حدى الحاجات في شوالي ناجيته بالحقد والأخوال وغم لي أهمالك الأهوال حسبنا الله ونعم الوكيل حمدت ربي بنعم المولى مصليا على الذي بي أولى حمدت ربي بنعم المولى مصليا على الذي بي أولى سبحان ربي قد كفاني جولا ورمى أقدي ورمى الحولا بمن بحبي نسيت ليلى بمن بحبي نسيت ليلى وذهبا وفدة وحيلا نبي الذي يسوق نيلا بي إلي ويقيني كيلا أحمد من سار نهاري ليلا بحبي وقد أداء الليلا أذهب ربي عن فؤادي قيلا بجاي ولي يجر سيلا لو التجهت ويقيني هولا بي كما بي وقاني سولا لو كتابي ويقيني الويلا بي كما به وقاني الميلا هب لي يا أكرم منك نيلا بجاي ينسي فؤادي هيلا وجي بجاي إلي الدولة يدوم لي ولي يتيم الدولة نجيتني ولي سرت الحولة بجاي مالي يجر حولة أنك رديت وأول أولى لك بي وقد نبست حولا مد خياتي وانفي عني عيلا واقسم جنابي به والزيلا أذبت أني اليوم حير حولا هب لي تلازمي ردا والأولى لحق خرلزي أحال قيلا والتقني شقاوة وقيلا وجي بجاي المصطفى لي نيلا يكسي القساب ويقيني القيلا كتابك الهادي كفاني تولا وأزة وأملا وحولا يا من بفضله كفاني الجولا سل على وسيلتي بأولى لو سلاميك تبن يا مولا وليسقر ما يصول سولا لو سلاميك تبن يا مولا وليسقر ما يصول سولا والله مثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وجهت وجهي لرب الأعلى مصليا على نبي الأعلى لو كتابي وفك كبلا أني وتردري فيودي وبلا هديتني فبيد ربي فصلا وبيبصر وليزي أسلام أريتني نهجا يقيني سبلا موت أني أزاوى الحبلا لك سكوري بطريق المسلا يا واقدا ليس يحاكي مثلا مددت لي ما لا يداني جسلا يا من كفيتني سقا والحسلا ثبت شهادتي وابلي فضلا تكفي بي ربي جنابي هدلا لك توجهت أنرت حقلا كملت كما ألغت حقلا أجبتني بما أزال الجهلا فج بشر ما وآل أهلا ليوبت ما أزال الضلا من علمك وهبيا ويا من ضلا ليوبت ما أزال الضلا من علمك الوهبي يا من جلا اقهر لي الهدى ورد لي كلا واستر ما بغت واني صلى اني فككت بالنبي قبلا بي كفيتني شقا والحبلا لك شكوري إذ نفيت أسلا أني كما نفيت أني إسلا أنت الذي حققت أني هملا فليفلك كما والأبلا أنت الذي حققت أني هملا فليكمل قبل رفي أملا فزت بأنك تكف بصلا أني كما لي تسوق بصلا يسوق لي رزاق منه أكلا كلا يصفي بدني وأكلا أشكره شكرا يسير أكلا إبادة وكف أني سكلا لو كتابي وأتاب النزلا في أربتي ربي يديم النزلا سقلي يا ربا بررت نسلا بجاي من أسرى وأرم أرسلا سقلي يا ربا بررت نسلا بجاي من أسرى وأما رسلا محمد من اغتلى مجلا صل عليه بالكرام كلا إجابة من قادر قد جلا يسير الكل كثيرا جلا وجر دواما نوالا جسلا بتقيني سلب وعسلا أنت الذي إنك قبا قلا قصت وإن من هببت خلا أنت الذي إنك قبا خلا سرت وإن من قبحت حلا تبت وبخت وأصلت أصلا ولي قلاوة تفوق أصلا وجر دواما ما يقيني أصلا وكلما يسوءني وحزلا اكتمني الذي يديم وصلا وما يسرني ويكفي فصلا لي حياة لا تزال ذلا للعالمين والتقيني ذلا أقريتني في البحر يا من جل يا من لوجهي أرايه لا رديت أنك مسنيا متلا فنوي واديا بي وتلا دمنت شكرا لك ينفي بطلا يا من كفاني من أدوم متلا وجر دواما ما يسير تلا وبلا أزيما قد يكفه الله هب لي فراقي من أدام طبلا ولن علي الكتاب ربي حبلا وجر إلي ما يكف حدلا عن الصواب ويديم حدلا أجبتني إجابة قد كلا عنها سواك وأزلت كلا لجد بكن يا من عليك كلا لجد بكن يا من عليك دلا بحجة وادخة أدلا علي من بدليل أجلا يقي يدي وكلكلي ورجلا زدني يا وهاب يا من فلا سلاخ من بارزني فلا زدني يا وهاب يا من فلا سلاخ من بارزني فلا يسرا وتوفيقا وكفا حتلا حني ومن نهى جنابي قتلا زدت ألومي والهدى والفلا وأدبي حتى غدوت وحلا أنت الحكيم ليكون رحلا ومكبها بكن يقي ووحلا أنت الحكيم ليكون رحلا ومركبا بكن يقين وحلا أنت الحكيم ليكون رحلا ومركبا بكن تقين وحلا لك ارتهالي ونفيت الجهل هني فبي أمة الوهلة حتى اختأني بلا والحملة فاجمع إلي يا قدير الشملة كن لي يا من لم يزل مسلا ولي جبلة الإداء سلا كن لي يا من لم يزل مسلا ولي جملة الهداء سلا يا الله يا رب الورى يا أهلا اكتب سلامك لعبد الأهلا محمد بكل من قد صلى لوجهك الكريم يا من جلى محمد بكل من قد صلى لوجه الكريم يا من جلى حسبنا الله ونعم الوكيل حمدت ربي على المختار وأهل بدر صحبي الأستار سبحان ربي العزيز الباري من ليرود كل ما يباري بأهل بدر سادة الأخيار الظاهرين من دجى الأخيار ناجيت ربي بهم في داري وسانني بهم عن الأقدار أسماؤهم حسن هدى جداري وجنتي أما كريه داري أجارني الله بي من غاري ولي غدا يرود بالإزهار لذي الجلال واقد القهار كل بين في سر والجهار لو كتابي لدى الأشرار ولي فيهم جاد بالإسرار همني يا وهاب بالأبرار كوني فوق الجي في سهار وقيتني مكائد الفجار وجدت لي فيهم بفيد جاري ناجيت خير حافظ هفاري ممهل كل جاهد كفار هني مهاويوبي في الأسفار وراد لي بهور كالفقار هني كماويوب في الأسفار وراد لي بهور كالقفار ملكني ما قاد للأسكار واشكر بالأعمال والأفكار أشكره إن جاء في ناري وليل بالإسرار والإجهار لشكره شكر ذوي الأنوار وراد للغدا ذوي البوار وصرت بالمنتقم الجبار ولا ألازم ذوي التبار كل لو بالمصطفى زكاري ولي بهم يجود بالأبكار يا رب سليا على المختار والي وسابي الأستار ليكن بي في سفري وداري ونجني من جملة الأقدار. سبل السلام سألت ربي الخالق الكونين الأكرم المضحف بالمنين بحرمة الربيع ذي الخيرين وحرمة الاثنين ذي البشرين لو قط أبي موقنا بالعون وبرجوعي عاجلا ذا صون اكتب سلاميك لخير الكون بالآل وصاب وقرب بوني ليجد بما يظهر الغمين عني والعارين والهمين سلم جنابي من العارين وهب لي الأمان في الدارين لرتب المختار آل المين فاكتب له أني تسليمين اكتب لمن بعد بالأمنين السيد المولود في الاثنين محمد يا خالق الكونين أسقى صلاتك مع المنين ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض الحمد لله الذي لي غلبا أعداء ولي منهم صلبا له سكوريا مصليا على من اصطفى وأداه فعلا من مدوى قد سير النصارى في البار لي بجاي أنصارا محمد وآله وصحبه وكل من سلك خير اللحم غلب للخير من عاداني بالمصطفى الذي به أداني لإرادهم في البر وحدي وحدا ولي أنجز تعالى وعدا بكونه المعيد نلت العودا إلى ديوري صالما والقودا توجهي لمن له البحور وغيره بانتفى المدحور أسأله وإنه الوهاب لو الإياب ولو الذهاب لو قطابي وأطاب بالي مستغنيا بي عن الأنبال رد لي ذوي السيوف والمدافع يا خير مغن رافع مدافع وجلهم ما يجب انزجارا عن ضرر يا خير من أنجارا منصرفين كلهم لنصرتي وليكن في غربتي وهجرتي فك بكن رقبتي وأطلقا كلي وعني امحو عيوبي مطلقا يا رب لتجب وهب لي ما يفوق بحرمة المختار يا خير رفيق أجب دعائي يا مجيب بالمجاب واكسب بي أني دواما الحجاب دعائي يستجب وآل قدري بجاي وجاي أهل بدري نبذت أولي ونبذت قوتي بك فبي بشر جري عن إخوتي اجعل عدايا ربي تحت قدمي وسرمدا كن لي يا ذا القدم اكتب لي القبول في الأرض وفي سبع السماوات بحرمة الوفي ليجد بكن بكل ما أشاء يا فاعلا لكل ما تشاء أجي وصلي بسلام يا سلام على الذي بوأته دار السلام رسولك الذي نفى القطوبا والآل وصحبه وهب لي طوبا دفتك في البحر وقلت القراء فردني للبر وادي بالقراء وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بدع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنظر الله ينظر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون وجهت وجهي لمن لي رادا عداء وساق للأخرادا هو الخدير الأكرم المغني الأسيس وليس ما رمت عليه بعسيس مسليا على السفيه الأجودي محمد مسيل كل أودي مستغنيا بالله أن أربابي وبمحمد أن الأسباب نجاني السلام ذو الجلال من كيد أعداء ذوي الإدلال بآل بدر ساب أبدي الحماة السالين الكرم الغر الكمات أني تولوا مدبرين الطراء وسيلاقون دواما درا دعاهم الغلب في إمساكي مصونتي اليوم الامتساكي غلبهم قد قاد جل الناس إلى التنصر وللخناس لسقرا قادوا وقادوا الجلا وتركوا طاعة رب جلا باعوا جنان الخلد بالنيران والفوز بالشقاء والقسران هممهم قد صرفت للحمر والبيض والغنضير ضم القمر سيعلمون أن ذا الجلال لديه دقوم مع الإخلال يرون في القبر وفي القيام يوم التهاب النار بالإيام خير الذي ظنوا ويلقون الرداء يوم القيامة عتاش وردا لهم لدى الموت وبعدهم ملام وحسرة وحيرة مع الظلام بطونهم تسكن والأقارب والكل منهم من حميم شارب وجوه مسودة بالعار والنار والتوبيخ والإدعار فجورهم قادهم للصغار دنيا وأخرى وكبارهم ضغار فجورهم قادهم إلى الصغار دنيا وأخرى وكبارهم صغار يزجرهم رجال بدر الكرام أني شجرا قد يسوق للمرام بهم يقين الله من تنظرا مسقرا له ومن قد حضرا ديق الذين تدرجوا وغلبوا وجملة البلاد حمقا طلبوا أني أذى له الكرام الأكرم بآل بدر الذين كرموا سلمني بهم وكان لي بهم وجاد لي تفضلا بهم ناجيتهم بهم والاستجابة بجاهم وساسها الإجابة يسوق لي ما سرت في أبدي بجاهم بلا دن وكبدي ناجيت بهم سنين تائبا وبايا مجاهدا وخايبا لله ذي الجلال والإكرام بالمصطفى وسابه الكرام لجأت شاكرا بلا انثرام وقلت بعد الفوز بالمرام لك منامي ربي مع قيامي ولك فطري مع صيامي هديتني وجدت بالعصام فاقبل سكوري بذا النظام اجعل بجاه المصطفى كلامي على عداك ربك الكلام لك توجهت لدى اللئام مجاهدا واهدي بلا فئام اجعل بي على العدا قلامي مثل السيوف صحبي الأعلام مد حياتي بلا ظلام ولا تنازع ولا آلام ربيتني بأفضل الكلام فنجني به من الملام مد حياتي بهدى الإسلام وبي فرح كل ذي إسلام نباتني يا ربي بالإلهام مغتربا في البحر ذنبهام قبلت توبتي في سلامي ومني اشتريت بالإنعام بارك لي اللهم في كتتامي واجعل سهري نعمة الأيتام لي سرمدا سقر ذوي الإجرام والتقني المكروه كالحرام واجعل لي الحلال ذا احترامي عبدا شكورا والتدم إكرامي مستغنيا بك عن اهتمامي بالرزق آمنا من الإلمام نجيتني فلك بالإمام والآل والأصحاب قد زمامي بالمصطفى المثبت الأقدام كن لي وضمني إلى القدام علي صلي ربي بالسلام في الليل والسهب وسد إعلامي دعائي استجبت في دلعامي يا مغنيا بالجود والإنعام وجهت وجهي للقديم الباقي دل ردين السبع والتباقي يقيني العدا مع الإملاق وجاد لي بالعتق والإطلاق وثقت بالمكرم الرزاق مستغنيا به عن الأرزاق مصليا على النبي الراقي حين به أسعى على البراق أعواني الله لدائي باقي من الورى إليك الصباق دلل لي ذا الشرك والنفاق وبي يبصر ذوي الوفاق ينجيني الله من الإغراق إن شاء راجعا مع الإسراق ينجيني الله من الإخراق إن ساء راجعا مع الإشراق فز ببيع كان ذا نفاق وقد تهيأت إلى آفاقي رجوت من مكرم خلاقي ما سرت منه وهدى أخلاقي حفظني من ضرر الفساق وجاءت البشر بالنساق أذكر مراعيا وساقي وفك كبلي قاطعا وساقي لي جاد بالفلك وبالمعناق وبحلال طيب وناقي من علي العام بانطلاقي ولي يجود فيه بالطلاق وجهلي كنزا نفع إملاقي في البر شاكرا مع الإطلاق ملكني عند ذوي الأوراق ما أخجل السجان كالوراق نفى الأعادي سوي الإعداق عني بعد المكس والإعداق ولو مع القسيان والإقاب إلى قبورهم ذوي السقاق نفاهم عني رجال الباقي دل ردين السبع والتباخ بايعت من لي راد للدار بكلكلي وقلمي في البحر نبينا سفيعنا ذو البر ونيتي قمته في البر صلى عليه صلوات تجري مع سلام بمنايا يجري رب كريم ذو علن وقهري يرود لي إذا كل داري أذكره على رجال بدري من دوق الأعداء للخدري لو توجهت بهم في المجري وهدي مجاهدا وسال إجري له كتابي وهو كافي البجري الواهد القهار موت الإجري هب لي يا وابي ذا ساري في سر فوق مدلبي والجاري يا الله يا معين يا ذا النذري رد لي عداي ولترد لي أسري نجي جنابي ولتخلد بسري ولتقن الإصابة يوم الأسري صفي آياتي أنلخا وسري وصفي كل أنجوا والدري ربيتني رقيتني بالذكر فنجني من الأذى والمكر ملكتني فوق مناي في ربيع الأول الذاهب أني بالمبيع نجيتني فيه وردت لي جميع هداية فيه يا نسير يا سميع يسرت لي فيه الذي تعسرا هلي قبله فأمري يسرا صفيتني فيه وسقت فيه إلي ما قد كنت أستفيه أجبتني فيه إجابة خدير مغن كريم بالإجابة جدير أعويتني فيه إليك بالنبي وأهل بدر مثل جار جنبي وجهت وجهي في ربيع لساني إليك بالقرآن والمساني هب لي فيه يا عظيم الشاني قهري كل حاسد وساني وقيتني فليرد شيطاني في البر والبار وفي أوتاني أعتيتني الأعمى عطاء أنساني تخربي في البار ذا إحساني لجد بأوبة بلا تواني وليسقر كل ذي عدواني أني قد أبوت بالخفران كما أسمتني من الكفران زني كفرانا مع الردوان بلا مسقة ولا أدوان يا غير مغن ساكر ديان يا مالك الأرواح والأعيان زني بلا مكر ولا أحسان ولتغنني بك عن الميزان أدبت عني در من آداني يا خير رب تجرو أداني ليرد دواما كل من خلاني يا خير بر بره أعلاني رت الذي وسع ومن باراني يا من له الكونان والدارين حتى تعيبي خدت في أخراني لك حسمتني من القصران يا خير باق آفث أناني يا خير معين رافع مناني ملك يميني والتتب جناني في السر والجهر إلى الجنان وعدتني بالأود والأمان فصرت موقنا مع الإيمان أودتني الأتى بلا حرماني أنجزت لي وردت لي زماني دعوتك اليوم مع الإيخان يا من بجاي المصطفى رقاني أنت الذي ندعوك بالرحمن وبالرحيم جملة الأزمان للمصطفى والآل بالإخوان اكتب سلاميك مع الردوان لك كتابي زاهدا في الفاني بذكرك الآدي الذي صفاني هب لي فراقي جملة الأدران وسرمدا به بشر أخراني لك سما والأرض كالبلدان والحمر والبيد مع السوداني أدب حياتي فرحة للداني والخادي يا من ذكره ميداني يا من كفاني يا دوي الأدغاني في البر والبحر وفي المغاني طيب رجاء كل من نحاني بسوء واغضبني من الألحان لأهله القلب مع اللسان والجسم كي أذكر بالإحسان فلت بوعد الملك الدياني وجاد بالسهود والإياني أذكره باللفس والمعاني ولي يرود كل من يعاني له سكور الآم بالجسماني كالقلب والأقلام دا إدماني له كتابي وحما أوتاني عن كل جالب إلى الشيطان هديتني أسمتني من جاني وجدت لي بمخجل السجاني وسرت في الإصرار والإعلان بكفر لي كل من قلاني أني نفيت كدر الأسماني يا خير كاف مالك الرحمن دعائي يستجب بمن صفاني حديثه وبدعي كفاني هب لي النبي المصطفى الأدناني المجتبى المطهر الجناني وسيلتي للأكرم الحناني القادر المقتدر المناني لديك يا ذا الجود والإحسان يا من جزاه قربتي أنساني أزكى صلاة نورها يلقاني حيث أرى تروض من ألقاني كونك كونت أوبية إلى إخواني وقلت للأمان في الأكوان كونت أوبية إلى إخواني وقلت للأمان في الأكوان نجيت كلي من القصوان وليرت كل ذي الكفران نجيت كلي من الأحسان ولي سكرت مالك ميزاني اجل مكاتبي حما جيراني أن الألايا من له الدارين كف لخيرنا أذى النيران ولينصرف لخيرنا الآراني ثبت بها فيك الكلي إيماني ور لي الإدام مع الأسماني رت لي الوسير كالسلطاني لي قدت نظرا ربي مع سلطاني أجرتني من حيل الشيطان في البر والبار وفي الأوتان لك توجهت فسد برآني وبي نور جملة الأذان نور فؤاد كل من لقاني لوجهك الكريم إذ يلقاني أنت الذي في قربتي رباني وبالمنى ذكرك قد حباني سلمتني من كيد من عاداني به كما تويت لي ميداني لك سكوري على القرآن بجسد وكلكل ملآني أجبتني إجابة الحنان الواسع المكرم المنان يا مغنيا ندعوك بالرحمن وبالرحيم الملك الأزمان على النبي المصطفى العدناني صلي وسلم والترب جناني له بآلي مع الإخوان اكتب سلاميك مع الردوان مواجها لكل من جاراني من العدى الكبت مع القسراني وجي سلاميك مع الردوان لو ور لي ذوي العدوان نجيت كل من ربيع الثاني من قبل بالقرآن والمساني واكسس وجه النبي مغجل لبدري يدي وسعنني بآل بدري كرمه أخجل كل بحري وبان لي في البر بعد البري سلام ذي العرض العظيم البري هل النبي رسوله في البر شهد لي ربي ويولي خدري بهبه وهب آل بدري إن الله لا يهدي القوم الظالمين الحمد لله الذي هداني وراد لي في البهر من آداني نويت سهره على الإسلام بالقلب والجسد والأقلام ناجيته فقلت يا إلهي يا الله يا رحمن يا إلهي أنت الذي أمرت بالجهاد فقلت في الجهاد سجادي لك كلامي ومدادي يا جليل ولي وسيلتي أبي بك الخليل لك كتابي ثار داء أنك ولا أزال ذا ازدياد منك هب لي في الدارين يا كريم يا من رداءه سرمدا أروم لسان صدق ودوام العافية وجل مكاتبي لديك صافية اجل جهادي كجهاد الصحبي وبمؤدي يا خير الله بي يذوب عن دينك يا إلهي خطي وعن أرض رسول الله يذوب عن دينك يا إلهي خطي وعن أرض رسول الله هدمت أبنية من قد سلسوا فانهدمت وردت لي من سلسوا دفعت أني يا أذاد القدر وردته لي بأهل بدري يلئني للسلطان بالتسخير والوزراء ساكرا كالخير أكرمتني فإنك المكرم بجاه من سمعته المكرم له اكتب الصلاة بالتسليم في الآل والساب والتعليم قلت أقاتب الذين كفروا ومن تنصر نضروا ومن قد نفروا ويل لكم يا قوم إن تسلموا فتسلموا لربكم فتسلموا من لم يزل يبارس المنتقما مسازئا فسيلاقي نقما إليه توبوا إنه التواب فإن تتوبوا ياتكم صواب لكم بتوبة له ما لا يريم من النعيم عند النعم الكريم ظلمتم العبد الذي لا ينتقم لنفسه مجاهدا لمنتقم أخرجتموه من دياره بلا حق وجاهد وقاسه البلاء لوجه من أنه عفا عنكم عفا بعد جهاد وبلاء دعفا مرتجيا من الكريم الأكرم ما رامه منه وما لم يرم يا رب صليا وسلم سرمدا على بصير كله قد أمدا نبيك الآجل ورا محمد وآله وصحبه والحمد ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين من سبيلا وجال الأكيم من إدايا برودي النصرة والأدايا لبان من بعد الجهاد والبلاء وبعد توبة مع بيء قبلا نصر النسير القادر للمقتدر وفز بالسفاء مع الكدر نصر النسير القادر المقتدر وفزت بالسفاء بعد الكدر يذكره القلم يوم السبت سكور فائزا بخير نفسي جاد لي القهار في الكفار بنصرة المكرم القفار علي أثني شاكرا حمادا على جمادى وعلى جمادى للواحد القهار سكري سرمدا مسليا على النبي أحمدا.